أقول حنا في العشر الأخيرة من رمضان، نعم، نطلب فيها الرحمة له، آمين، والوالدين والجميع المسلمين، آمين إن شاء الله. ابن زويب الله يرحمه، أول ما عرفني عليه وصاحب فضل علي لها الحين الرجال هذا منيف، نيف الشويب، نعم ونعم والله. اسمعني واحترم من قصايده. قلت الرجال هذا موجود ولا ما هو موجود؟ قال لا موجود. سعى بيننا حتى اتصل بعضنا ببعض، عشنا أن وقت من الوقت ما يقارب 17 سنة، كانها 7 أيام. الله يرحمه. بن زويب الله يرحمه من النوع اللي كل ما تطول معه تستمتع أكثر ويتجدد، تستمتع أكثر. نعم، وش نقول بن زويب؟ الله يرحمه. الله يرحمه. جمعك معه كثير من المساجلات يا ابو نايف. سم كثير من المساجلات بينه، والله جابيني بينه مساجلات بس ما تحملها الليلة اعلمكم بها، بعدين اعلمكم بها مساعد. وفاك الله يطول عمرك. ابو نايف، بنظرك وش اللي كان يميز شعر بن زويبن عن غيره من الشعر؟ والله انا اشوف ان بن زويبن ما اشعر منه في الساحه الموجوده احد، مع ان فيها شعار، نعم اقول فيهم الخير، لكن يعني كأبا أخذ لي واحد من هالشعار ما بدي عليها أحد، وأنا معترف فيه في القصيد اللي بيني وبينه. الله يرضى. ودي لو من قدرته واحل الله واشرك معه لو سمه براضي، ما اعتلى عني علامة الله لا أضل عما أشوفه على غير متواضي. ما عليك زوج يعني زويب، أنا أشوف فيه شيء ما أشوفونه. من وفاك أنا أشوف فيه شيء ما أشوفونه الشعار ترى. أنتوا أساتذتنا، أنتوا أساتذتنا. ما هو إن شاء الله يقلهم في معرفتهم، لكن الشاعر له نظرة ثانية في أنا أشوف زويب يبدأ بالقصيدة وينتهي، ما تقول ليت ترك البيت هذا ولا صحيح. إيه كلها الله يرحمه الله يغفر له.